رشا خديل بتقول انا بحب جدا فريد الاطرش. فريد الاطرش النغم الشرقي الاصيل. ايه الافلام اللي عملها فريد؟ هو اول فيلم كان طبعا انتصار الشباب، كان بطولته هو واخته امال او اماليا او اسمهان زي ما سموها، وكان في مجموعه اغاني رائعه جدا 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 واستعراضات طبعا. وبعدين بعد ده عمل كذا فيلم فريد، عمل بعدها احلام الشباب مع مديحه يسري، وعمل ما اقدرش مع تحيه كاريوكا وجمال ودلال، فيلم تخيلوا اخراج ستيفان روستي اخرجه، وكان بطولته هو وليلى فوزي وبيبع عز الدين، وفيلم فشل فشل ذريع جدا جدا جدا. بغض النظر عن ده عمل برضو لحن حبي وعايز اتجوز مع نور الهدى ومع صباح، وعمل مع ايمان قصه حبي اللي قيل انها قصه غرامه هو بالملكه نريمان صادق قبل ما تتجوز الملك فاروق. سيبك من افلامه، اخرهم كان نغم في حياتي هو ما حضروش، لكن قيمة فريد الأطرش هو أنه في العود واحد من أمهر عازفي العود في العالم العربي، وفي الموسيقى الشرقية تسمع اللحن تعرف أن ده فريد. يعني سواء اللي غناه، يعني مثلا أما فهد بلان يقول سلام على كده وبام السيدة تحس بفريد، لما محرم فؤاد قال يا وحشني رد علي ازيك، فريد مميز يعني هو. فأنا بشارك زينب خليل إعجابي وحبي بفريد الأطرش طبعا، وحاول حاول حاول ألاقي لك. ده هي بتقول هو أنا عايز أشوف المصالحة اللي حد حاول يصالحه على عبد الحليم حافظ. هو فريد كان طيب جدا جدا جدا، وعبد الحليم كان عنده الذكاء الفني اللي بيخليه يعرف اجاباته تبقى وهابيه زي محمد عبد الوهاب. لو انا لقيت التسجيل النادر ده بتاع المصالحه بين فريد وعبد الحليم عشان خاطرك يا رشا خليل هخليك تشوفيه. لنا فرصه انا واخويا عبد الحليم ان احنا نوري الناس واللي قاعدين يقولوا ان احنا في خلافات بينه وبيني، عايزين نوريهم انه ما فيش غير كل ود وكل صفاء، واللي بيتكتب لا هو مسؤول عنه ولا انا مسؤول عنه، مجرد يعني هم بيتصوروا اشياء وبيقولوها، لكن الاستاذ اخوي عبد الحليم قال رايه فيا وانا قلت رايي في اخوي عبد الحليم، فمش معقول اتنين فنانين عايشين في جيل واحد وبيحبوا بعض وبيتعاونوا في فنهم مع بعض يكون في اي خلافات، لانه احنا عمرنا ما كان في خلافات. في بطبيعه الحال يمكن بتخلق اشياء قد يعني تتطور الى مثلا سوء تفاهم بينه وبينه، لكن مش معناها انه في القلوب في شيء لا من جهته نحوي ولا من جهتي نحوه، لان انا اولا معجب بعبد الحليم وبقدره جدا وبحب صوته وبحب ان انا اسمعه، فمش معقول هو له مكانه كبيره في قلوب كل الناس وكل الجماهير، مش معقول انا وانا فنان بقدر الفنان الكويس الكبير وده فنان محبوب وفنان كبير ومطرب كبير ليه انا يبقى فيه، بالعكس انا احب، وقلت المره اللي فاتت في الندوه واتمنى يبقى فيه 20 زي عبد الحليم حافظ وعشرات زي فريد الاطرش، لانه عندنا 120 130 ما اعرفش كم مليون عربي، ولازم يبقى موجود معانا مطربين كتير وبراعم هو يتبناها وانا اتبناها ونطلع ناس جديد، لانه احنا هنعجز بكره وهيعجز زي ما انا عجزت. فده اللي انا عايز اقول للناس، انه ما فيش غير كل حب وود بيني وبين اخوي عبد الحليم، وعايز كل اللي بيقال في الصحف والمجلات او في المنازل او في البيوت او في الاحاديث الخاصه بين الناس انه يعرفوا انه اهو ادي اخوي عبد الحليم موجود وادي انا موجود، وما فيش غير كل وئام وحب بيننا وبين بعض، وما فيش دعبه من النهارده. انا مش مسؤول عن ما يكتب عن لساني الا اذا كنت ماضي، وهو مش مسؤول بيقول انه عن كل ما يكتب عن لسانه اذا ما كانش هو ماضي هذا الحديث الصحفي مثلا، فاحنا الاثنين مش مسؤولين عن ما يكتب ما يقال في الصحف، لكن اللي مسؤولين عنه الكلام اللي بنقوله دلوقتي اللي احنا بنبديه لبعض من
اخاء وحب وصفاء. ده الموقف الصحيح. ده الموقف الصحيح. وانت لما طلبت مني ان اتقابل انا قلت على طول انا ارحب بهذا. بالفعل. واخويا عبد الحليم جه من تونس مخصوص عشان سمع ان انا عايز اقابله، فجالي مخصوص عشان يوري للناس انه ما فيش غير كل حب وقيام بيننا وبعض وكل محبه ان شاء الله. طيب استاذ عبد الحليم، طبعا بعد هذا الشعور الطيب من استاذ فريد، شو بتقول انت؟ يعني انت تفتكر انا اقدر اقول ايه؟ ما اقدرش اقول فعلا يعني اكتر من اللي قاله الاستاذ فريد. واضيف على كده انه انا زي ما قلت لك في سجل مفتوح، وزي ما بقول دايما انه يعني تكون امنيه من امنياتي ان انا ابقى زي فريد الاطرش. وفريد الاطرش راجل قضى حياته وشبابه وصحته علشان يقدم للناس فن، و يعني ما اعتقدش انه في فنان في الدنيا يعيش فنه المدة اللي عاشها فن الأستاذ فريد الأطرش على الفاضي. وأنا بعتقد أنه أنا كفنان بحس وبحس الفن بصورة يعني يمكن أنا سميع أكتر مني مغني. بحس أنه فن الأستاذ فريد له من أكبر الآثار اللي علمت في موسيقانا العربية. وأنا بقول وقلت أنه يعني عجيبة أنه الصحافة تساوي بيني وبين الأستاذ فريد، في حين أنه أنا أعتبر من تلاميذه، وإذا كان في مساواة يبقى في مساواة بينه وبين الأستاذ عبد الوهاب، أنهم أولا الاثنين بيلحنوا والاثنين بيغنوا. أنا حيالله على رأي لا والله أبدا حيالله مغني، يعني بغني وبردد الألحان، يمكن برددها بصورة بحس الملحن عايز إيه، يمكن هو ده اللي يميز مطرب عن مطرب. وبعدين أنت طبعا لما بعت لي وقلت لي إن الأستاذ فريد أبدى إنه هو ما عندوش مانع يقابلك، وأنا كنت في تونس أنا ما تأخرتش، وأنا لأول مرة أمر على القاهرة وما أبدش في بيتي علشان أجي صحيح في الميعاد المظبوط. أستاذ فريد يعني مش عايز يتضايق ومش عايز الناس تفهم إنه أنا لما اتكلمت عن المسرح كنت بقصده، أنا قلت متعهد حفلات الأستاذ فريد الأطرش هو اللي حاجز البسين وحاجز المدرج، وأنا يمكن خطأ كنت فاهم إن الأستاذ فريد عارف، لكن اتضح لي وانا بقولها بكل صراحة وبقولها لجميع الناس ان هو ما كانش يعرف. وعلشان انا كمان ما كنش كذاب جبت له صور العقود اللي عندي ووريتها له وهو اقتنع، وبعدين بعت المتعهد بتاع حفلاته اللي هو الاستاذ احمد الحروفي لغاية مصر لغاية عندي علشان يقول لي اي مكان من المكانين انت عايزه تحت امرك وتغني فيه. وبعدين انا شخصيا سالت برضو ابو علي الحروفي، ابو علي الحروفي ده راجل انا اكلت معاه عيش وملح وبشتغل معاه بقالي 15 سنه. فسالت قلت له طب انت ليه عملت كده؟ قال لي انا عملت كده اولا لانه انا يا سيدي ما كنتش عايزك تغني مع حد تاني. طب دي روح يعني حب زياده يعني. وعارف انه لما انا هأجر البسين وهأجر المدرج انك انت هتيجي تقول مين اللي اجرهم فهيطلع انا فهتجيلي. قلت له طب يا احمد انت مش عارف ان انا راسي ناشفه وان انا ممكن اغني في اي حته في الشارع؟ قال لي يا والله هيك. شو راسي ناشفه يعني؟ يعني رزي يعني راسي راسي ناشفه يعني عنيد. ف قال لي الحقيقه كمان انه انا عندي حفلات اخرى يعني مش وانا واقسم لي بوالدته، وانا اعتقد انه هو ما بيكذبش انه الاستاذ فريد ما كانش يعلم، وانه تواريخ هذه العقود قبل عقده مع الاستاذ فريد الاطرش، وفعلا انا تحققت وانا ما كنتش بصيت في التواريخ يعني برضو يمكن يكون سهوا مني، فوجدت انه فعلا التواريخ تسبق التواريخ تعاقده مع الاستاذ فريد الاطرش.
فأرجو أن الأستاذ فريد الأطرش ما يفتكرش أن أنا قصدت أنه الناس تتضايق منه أنه هو حاجز المكانين، لأن أنا زي ما تذكر أن أنا ما قلتش أن الأستاذ فريد الأطرش هو اللي حاجز المكانين، أنا قلت أنه متعهد حفلاته، وكمان بكل يعني حب وبكل ود أنا بشكر الأستاذ فريد على روحه الطيبة، وبقول أنه أنا شخصيا يعني زي هو ما قال أن أنا مش هغني إلا إذا غنى عبد الحليم، فأنا كمان يعني بأقسم بشرفي وبعروبتي وبمصريتي وبكل البلاد العربية أنه أنا مش هغني إلا إذا غنى فريد الأطرش في لبنان. طيب حلونا القصة أستاذ فريد. خلاص انحلت وأنا كما تحدثت مع سيادتك المرة الفاتت وعرفت الموضوع كويس، رحت اتصلت بالأخ الحروفي وقلت له أن لازم الأستاذ عبد الحليم يغني، وإن ما غناش أنا كمان هضرب عن الغناء، لأنه ده يعني ما أحبش أنه ناس قد يتؤول إلى أشياء أكيد. يعني لا عبد الحليم له يد فيها ولا أنا اللي يد فيها، فكانت الحكاية بكل حب برضو وصداقة، وطلبت من الأستاذ الحروفي أنه يدي الأستاذ، أنا ما هو ما طلبش مني وأنا أتمنى، بالعكس أنا أعز عبد الحليم الأستاذ عبد الحليم، والدليل أنهم اتفقوا خلاص وأنا قلت له ينقي التاريخ الأستاذ عبد الحليم اللي هو عايزه، عايز يغني 30 أو 1، أما هو قال لي لا مدام أنت أعلنت عن 30/1 غني أنت يوم 30/1 وأنا هغني يوم 6/8 أب، يعني لا اتفقنا خلاص إن أنا حفلاتي زي ما كنت أعلنت، أنا سبق وأعلنت إن هغني يوم 30 ويوم 1 أب، فالأستاذ تنازل عن تاريخه، يعني دي برضو روح طيبة جدا من الأخ من أخويا، عشان توري أوريك ونوري العالم كله إنه إزاي القلوب صافية وإنه ما فيش أي، لما تقابلنا مع بعض كل شيء انتهى، فجلسة واحدة انتهت الأمور، وهو هيغني يوم 6/8 أب وانا هغني يوم 30/1 وناس هيسمع عبد الحليم وهيسمع وفي البسين في نفس المكان. كل حاجة اي حاجة قول لي حاجة أي حاجة، قول بحبك قول كرهتك قول 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 وما يهمكش حاجة، قول لي عايزك قول لي بعتك بس قول لي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي. عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك، عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك، عمري 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 ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك، عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك، وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ليه، قول يا قلبي قول يا املي قول مخبي عليا ايه ايه، وانت قلبي وانت املي قولي مالك ليه ليه ليه، ولا قلبي ولا املي والمخبي عليا ايه ايه، ولا قلبي ولا املي ولا قلبي ولا املي والمخبي عليا ايه.
تخبى عليا ايه ايه وانت قلبي وانت املي واللي مالك ساكت ليه 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 قول يا قلبي قول يا املي واللي خبى عليا ايه ايه والمخبي عليا قولي حاجة أي حاجة قولي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهتك قول 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 وما يهمكش حاجة قولي عايزك قولي بعدك بس قولي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.